آلية تحكيم مصالحة في إطار العدالة الانتقالية راهي آلية خصوصية استثنائية، عندها قواعد استثنائية، عندها آليات استثنائية، وتهدف إلى القيام بمهام استثنائية في مدة زمنية محددة. أنه احنا ننظر في التحكيم في كل الانتهاكات، انتهاكات فساد مالي، اعتداء على المال العام، قتل، تعذيب، اغتصاب، ما إلى غير ذلك، بإمكان تكون محل تحكيم هوني في الهيئة، على عكس البرة في التحكيم ثم مسائل لا يجوز فيها التحكيم طبقا للفصل 7 من مجلة التحكيم، الذي يقر أنه لا يجوز التحكيم في مسائل تتعلق بحقوق الدولة، في مسائل تتعلق بالحقوق الشخصية والجنسية، والمسائل التي تهم النظام العام والأخلاق الحميدة. هذه الآلية تقوم على النجاعة والمردودية والسرعة، بمعنى احنا لان احنا محكومين بوقت، عندنا 4 سنوات قبل التمديد بسنة، عندنا ملفات تتعلق بانتهاكات فساد مالي واعتداء المال العام، الملفات هذه تعذر إيجاد حل لها لدى القضاء، تعذر استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، لم يبقى إلا آلية التحكيم والمصالحة في مسألة العدالة الانتقالية باش نرجعوا بها الأموال المنهوبة، باش نرجعوا بها الأموال المجمدة، باش نحلوا بها مشاكل رجال الأعمال المجمدة أموالهم والصادرة عليهم بطاقات إيداع أو تحاجير سفر أو أي تدبير احترازي. وهذه الآلية كذلك تستجيب إلى حقوق الضحايا، والحدث التاريخي في تونس أول جلسة علنية لضحايا الانتهاكات ولمرتكبي الانتهاكات، لا تعلق فقط فإنه كذلك مرتكبي الانتهاكات طالبي تحكيم ومصالحة سوف تكونون في الجلسات المقبلة التي تنطلق بداية من 18 نوفمبر 2016. ملفات تلقت 62,039 ملف، فيهم 5,579 ملف، فيهم ملفات تتعلق فساد مالي وملفات فساد مالي واعتداء على المال العام، وملفات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والممنهجة. الملفات هذه يعني تم دراسة حوالي 1867 طلب تحكيم ومصالح يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، و 3602 ملف يتعلق بالفساد المالي الإداري والقضائي، وإلى التسامح مع من ارتكب ضده انتهاكات. نحن نعالج ملفات، تم رفض 89 ملف من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية ووزارة الملك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز، واللي قام في حقها وزارة المكلف عام بإنزاعة الدولة. هذه الملفات اللي تقدموا بها الضحايا اللي هم ضحايا انتهاكات حقوق إنسان فساد مالي، قدموا بطلبات تحكيم ومصالحة ضد الدولة، قالوا احنا تعرضنا إلى انتهاكات تعذيب وقتل وفساد مالي ونحب نصالح مع الدولة، الدولة رفضت الصلح معهم. هذه مفارقة عجيبة